بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلامذة الأعزاء متابعي الأوفياء للسنة الأولى الثانوي، سواء جدع مشترك أداب أو جدع مشترك علوم، يهمهم ويفيدهم هذا النص بإذن الله للاستعداد لاختبار الفصل الثالث. هذا نص من شعر الغزل للشاعر قيس بن الملوح، أشهر شعراء العصر الأموي. يقول: لقد لامني في حب ليلى أقاربي، أبي وابن عمي وابن خالي وخالية، بمعنى أبوه وابن عمه وخاله وابن خاله لاموه على حبه لليلى. ثانيا: يقولون ليلى أهل بيت عداوة، بمعنى إن ليلى تنحدر من بيت أعداء لنا. بنفسي ليلى من عدو ومالية، بمعنى أن يعني الشاعر يقول: وما لي أنا إذا كانت هي من أهل عداوة فأنا أحب ليلى. ثالثا: أرى أهل ليلى لا يريدون لها بشيء ولا أهلي يريدون لي، بمعنى يرى شاعر أن أهل ليلى لا يريدونه زوجا لها، وأهله لا يريدونه لا يريدونها له، بمعنى أهله يمنعونه عنه. رابعا: قضى الله بالمعروف منها لغيرنا، بمعنى ليلى أخذها زوج آخر، وبالشوق منها والإبعاد قضى لي. الشاعر أصابه فقط الشوق والإبعاد والغم والهم. خامسا: ألا يا حمامات العراق أعنني، بمعنى يا نساء العراق أعنني على شجني على حزني، بكين مثل بكاء بكين مثل بكائي، بمعنى عليكن أن تبكين مثل ما أبكي أنا، يعني تواسونني في حزني. سادسا: يقولون ليلى بالعراق مريضة، فيا ليتني كنت لها الطبيب المداوية. قالوا بأن ليلى مرضت في العراق، فتمنى الشاعر أن يكون هو الطبيب وهو المداوي لها. سابعا: فشاب بنو ليلى وشاب ابن بنتها، بمعنى باعدت ليلى لدرجة كبيرة، درجة أنها كبرت كثيرا في عيني، لكن حرقة ليلى في الفؤاد كما هي، حتى وإن كبرت في السن سأبقى محترقا عليها. ثامنا: فيا رب إذا صيرت ليلى هي المنى، فزني في عينها كما زنتها لي، بمعنى إذا أصبحت هي منايا فيا ربي. هنا يدعو الشاعر بأن يزينه في عين ليلى كما زين ليلى له. تاسعا: وإلا فبغضها، بمعنى إذا لم يحصل ذلك يا ربي، وإلا فبغضها إلي وأهلها، اجعل أبغض شيء عندي هي ليلى وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهية، لقيت المصائب الكثيرة بسبب هذا الحب، وبالتالي الشاعر فقد الأمل في الأخير. أسئلة البناء الفكري: من كان يلوم الشاعر ولماذا؟ كان الشاعر يلوم أباه وابن عمه وابن خاله وخاله، لماذا؟ لأنهم قالوا له بأن يبتعد عن حب ليلى وأنها من أهل بيت عداوة، وهذا واضح في البيت الأول والثاني. ما سبب معاناته؟ استدل بعبارات من النص. سبب معاناته هي أن ليلى تزوجها زوج آخر فابتعدت عنه، وبالتالي أصبح الشاعر صاحب شوق كبير وحزن شديد، وهذا واضح في قوله: أرى أهل ليلى لا يريدون لها، وفي قوله: ألا يا حمامات العراق أعنني على شجني، وفي قوله: قضى الله، تبرز في البيت الرابع: قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق منها والإبعاد قضى لي، بمعنى غيره يظفر بمعروف وبالخير وهو يظفر بالشوق من ليلى. ما هي أمنية الشاعر؟ استخرج من النص العبارة الدالة على ذلك. أمنية الشاعر في البيت الثامن وهي أن يزين الله عز وجل الشاعر في عين ليلى كما زينها له، وإلا فليبغضها له هي وأهلها. هذا واضح في النص، العبارة الدالة على ذلك: فيا ربي إذا صيرت ليلى هي المنى، وإلا فبغضها إلي وأهلها. إلى أي غرض شعري تصنف النص؟ عرف واذكر أهم خصائص مستشهدا عليها من النص. نقول: تنتمي القصيدة لغرض أقول تنتمي القصيدة لغرض الغزل العفيف الطاهر. تعريفه:
هو غرض شعري يصف فيه الشاعر شوقه وحبه ومحاسن المرأة الفاضلة. أذكر أهم خصائصه، من خصائصه ذكر الشوق والحنين، يعني صدق العاطفة والإحساس، قوة المعاني والعبارات، استخدام الخيال والصور البيانية، واعتماد الشكل العمودي للقصيدة. وهذا واضح في النص، الشاعر اعتمد على الشكل العمودي، ذكر الشوق وذكر حبه بصدق، وهذا واضح في قوله فشاب بن ليلى وشاب ابن بنتها في البيت السابع، وحرقة ليلى في الفؤاد كما هي. حدد نمط النص واذكر مؤشرين له مع التمثيل. النمط هو نمط وصف الشاعر يصف حالته النفسية بابتعاد ليلى عنه، ومنها الصفات عداوة، ومنها المضاف والمضاف إليه لغيرنا، ومنها الصور البيانية والأفعال المضارعة. ثم قال أسئلة البناء اللغوي: صغ من الأفعال الآتية اسم الفاعل وبين طريقة صياغته. يقولون، تقول لي قائل، اسم الفاعل قائل أو قائلون، ها طريقة صياغته مباشرة على وزن فاعل. يريدون مريدون، وهنا تلاحظ ضم أوله وكسر ما قبل آخره. ميما مضمومة، إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره. صيرت بمعنى تصبح صائر على وزن فاعل، لأنها من فعل ثلاثي على وزن فاعل، فهي تصاغ مباشرة. لقيت بمعنى ملاقي، وملاقي بضم أوله، إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة ومضمومة وكسر ما قبل آخره. حدد نوع الأسلوب الوارد في البيت الثامن وبين غرضه البلاغي. نذهب بكم للبيت الثامن. فيا رب إذا صيرت ليلى هي المنى، هو أسلوب إنشاء طلبي، صيغته نداء، غرضه البلاغي الدعاء والتمني. حدد ضرب الخبر الوارد في البيت الأول معللا إجابتك. ننظر للمؤكدات في البيت الأول. لقد لامني في حب ليلى أقاربي، أبي وابن عمي وابن خالي وخالية. لقد، اللام لام الابتداء، وقد حرف توكيد وتقرير هنا، فبالتالي استعمل مؤكدين، فهو أسلوب يعني ضرب إنكاري لأنه استعمل مؤكدين. هكذا تكون الإجابة. في البيت الخامس صورة بيانية، استخرجها ثم بين نوعها واشرحها. نذهب بكم للبيت الخامس. قال في البيت الخامس: ألا يا حمامات العراق. هذه استعارة تصريحية بمعنى يا نساء العراق، حذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية، وأثرها تشخيص المعنوي وتقوية المعنى وتوضيحه، تشخيص المعنى وتقويته وتوضيحه والإيجاز والاختصار. ثم تنتقل معي إلى أعرب ما تحته سطر في النص. ألا يا حمامات العراق، ألا يا حمامات العراق. يا حرف نداء مبني على السكون للمنادى البعيد لا محل له من الإعراب. حمامات منادى منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم، وهو مضاف، العراق مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قطع البيت الأخير عروضيا، هذا بالنسبة للأدبيين، وسمي بحره. البيت الأخير ماذا قال؟ وإلا فبغضها إلي وأهلها، فعول ما فاعلون، فعول ما فاعلون، طويل له دنا البحور فضائل، فعول ما فاعلون، فعول ما فاعلوا، وإلا فبغضها إلي وأهلها. فنلاحظ أنها من بحر الطويل. حرر رسالة إلى شخص عزيز عليك في الوضعية الإدماجية. ففرقت بينكم الأيام، تتحدث فيها عن الأيام الجميلة التي قضيتماها معا، معبرا عن مدى حزنك على فراقه، موظفا الحال والصفة، اسم الفاعل، صيغ المبالغة والجناس. هنا يا جماعة انتبهوا، انتبهوا جيدا، استعمل وكأنك تقول رسالة: يا صديقي العزيز، والله إن الشوق قد غلبني وقد اشتقت إليك، وتوظف الحال، فأنا قد صرت يعني، وقس على ذلك. أتمنى أنكم قد استفدتم، نلتقي في نصوص أخرى بإذن الله. السلام عليكم.